أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد بتاني استضافاتنا لليوم. تلعب الأمهات والآباء أدوار مختلفة في تنمية الطفل، فالأم تعمل كقاعدة آمنة يمكن للأطفال الاعتماد عليها. ومن الجدير بالذكر أن الأبناء يلجؤون في تقليد الآباء في أغلب الأمور حتى الكلام، ويجب على الوالدين طبعا قضاء المزيد من الوقت مع الأبناء والانخراط معهم في أنشطة أكثر طبعا وبشكل يومي لتعزيز الحوار معهم. لنحكي عن أهمية الحوار الأسري، معنا اليوم أخصائية الإرشاد الأسري دكتورة نوال البرق. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. صباح النور. صباح الأسرة العربية عامة والأسرة الأردنية خاصة. يسعد صباحك دكتورة. دكتورة بداية بدنا نعرف منك ما هو الحوار الأسري بشكل عام؟ الحوار الأسري يمكن تعريفه أنه هو ثقافة التواصل والاتصال بين أفراد الأسرة. نعم. هو الجسر اللي بيعبر فيه الآباء والأبناء معا للوصول إلى الأهداف والنجاح في الحياة، والتواصل لإشاعة روح المحبة وروح التفاهم وتعلم وتعليم الرأي، تقبل الرأي والرأي الآخر. نعم. في داخل محيط الأسرة ومن ثم للخروج خارج محيط الأسرة. نعم. تمام. طب دكتورة قد ايه أهمية الحوار بين نحكي الآباء والأبناء، ويعني نحكي على الصعيد النفسي وعلى الصعيد الصحي كمان؟ نعم، أهمية الحوار هو يمكن أن نطلق على الحوار السليم، هو مفتاح من مفاتيح النجاح للآباء والأبناء لتعزيز الثقة فيما بينهم وإشاعة روح النقاش الديمقراطي وتبادل الأفكار بطريقة جيدة وبطريقة صحية ضمن بيئة آمنة. نعم. حتى ينشأ الأطفال أو ينشأ الأبناء بكل ثقة ودون خوف في مناقشة أفكارهم وآرائهم دون تردد، وهذا يؤدي إلى تقليل من النزاعات. نعم. داخل أفراد الأسرة، بيقلل من المشاكل، بيجعل هناك مساحة من تبادل الآراء، وبالتالي توسيع مدارك الطفل أو توسيع مدارك الأبناء لطبيعة الحياة اللي رح يخرجوا خارج نطاق الأسرة، فمن تفاعل الداخلي للأسرة يولد التفاعل السليم مع المجتمع ككل. نعم. طب دكتورة ما هو إيش هو دور الوالدين بموضوع تشجيع الأبناء في لغة الحوار تحديدا؟ طبعا يقع العاتق الأكبر على الآباء والأمهات سواء أو آباء في تعليم وإرشاد أبنائهم، في أعطائهم المساحة من الأمان بعيدا عن الخوف في إبداء الرأي والرأي الآخر. نعم. فبالتالي تعزيز الثقة وإشاعة روح الحب والتفاهم والنقاش الديمقراطي بعيدا عن التعنت، بعيدا عن الدكتاتورية، فبالتالي ينشأ الأبناء في بيئة صحية. نعم. يستطيعون فيها التعبير عن آرائهم، يستطيعون طرح مشكلاتهم بكل حيوية بكل جرأة، وهذا يؤدي إلى تعزيز الأبناء بثقتهم بذاتهم. 100%. نعم. كما أن الحوار الجيد يسمح للأباء والأبناء مشاركة أبنائهم في قصص حياتهم سواء كان فيها عقبات أو فيها أخطاء، ويؤدي ذلك إلى سهولة تعلم الاعتراف بالأخطاء. نعم. للوصول إلى الإجابات الصحيحة أو الوصول إلى تصرف الذي يؤدي إلى النجاح في الحياة. نعم. تمام. طب دكتورة قديش مهم يكون عند نحكي الآباء والأهل يكون عندهم نحكي ما يسمى بفن أو ثقافة الحوار الأسري مع أولادهم؟ أحيانا كثير بصير في مشاكل ما بيكون هي المشكلة هي ذاتها، بيكون طريقة الحوار أو أسلوب الحوار. نعم، احنا دائما بنقول it's not what to say it's how to say. وكثير مهم هون نحكي انه الاباء والابناء يجب عليهم ان يتحلوا بمهارات التواصل الفعال. نعم. بكافه مجالاته واستخداماته من حيث استختيار الكلمه في الوقت المناسب، اختيار المشاعر الحقيقيه اللي يستطيع من خلالها الدخول إلى عقلية الأبناء للمناقشة بطريقة مبسطة وشفافية عالية. نعم. الأب والأم يجب أن يكون لديهم المهارة في التواصل الفعال، في فهم معنى الحوار الحقيقي البناء. للتواصل مع الأبناء بطريقة جيدة تفتح مجالات النقاش الصحيح للوصول إلى الهدف المرجو.
تمام. طب دكتورة، يعني هلأ أنواع الحوار الأسري في يعني مثلا إلى أنواع محددة، ولا خلص هو النوع اللي إحنا دائما متعودين عليه، خلص هو أسلوب حوار بين الأب وابنه وانتهى الموضوع؟ لا، أكيد هناك ينقسم الحوار إلى جزئيتين، إحنا بنقول حوار إيجابي وحوار سلبي. حوار إيجابي يتخذ مسارات كثيرة، منها الحوار أو النقاش، خلينا نقول الديمقراطي، الحوار النقاشي، الحوار العابر، حوار من خلال المشاعر واحترام خصوصية الأبناء واحترام اختلاف طريقة التفكير. فبالتالي عندي هنا حوار إيجابي يقع الجزء الأكبر منه على الآباء باعتبارهم هم القادة، هم من اعتركوا مجال الحياة فتفتقت في أفكارهم وفي شخصياتهم الشفافية أو المرونة العالية لاحتواء الأبناء. ويأتي في الضد له اللي هو الحوار السلبي اللي بيعتمد فيه على الدكتاتورية، أنا الأب أنا الأم فيجب أن أطاع، جيل هذه الأيام يختلف عن الأجيال السابقة، الاستهتار بالضبط، الاستهتار بقدرات الأبناء ومقارنتها بتجارب الآباء ونحن كنا أفضل. فهذا نوع من الحوار التسلطي، الحوار الدكتاتوري اللي قد من قبل أن نبدأ الحوار قد يثير أو يبني الحواجز والعقبات ما بين الآباء والأبناء. فإذا هناك نوعين من الحوار، إما أن تسلك حوار إيجابي بكافة قنواته وأن تكون ذكي في اختيار المسار الصحيح، أو أن تكون عدواني متسلط حتى في اختيارك للوقت المناسب للحوار أو عدم مراعاة مشاعر الأبناء لبدء الحوار. جدا مهم أن يكون لدى الآباء والأبناء الطريق والأسلوب واقتناص الكلمات والأوقات السليمة حتى يبدأ فيها الحوار. قد يكون الحوار العابر هو حوار إيجابي من خلال كلمة تشجع ابن أو تثني عن عمل شيء أو تخليه يتراجع في آلية التفكير حتى لا يندفع ويقدم على تصرف لا يحمد عقباه. ممكن كمان أحيانا ممكن كمان أحيانا اللي هو زي ما حكينا مقارنة بالأجيال السابقة، وكيف بصير بيطبقوا طريقة اللي تربوا عليها الآباء بدهم يطبقوها بأبنائهم. فأظن نحن هلأ يعني كل جيل له طريقة معينة، اهتمامات معينة، فمن الصعب أنك تطبق الطريقة اللي أنت تربيت فيها على أولادك بهذا الجيل وبهذا الزمن. فقدي هذا الإشي بيأثر كمان؟ هو عقبة يعتبر إذا لم يستطع الآباء من أمهات وآباء سواء كان الأب أو الأم أنه يكون عندهم الإدراك الواعي ومواكبة لغة العصر وقراءة الأفكار، ليس من خلال حتى أبنائي، من خلال أبناء الجيل ككل. فيجب هون أنه نقول أن الآباء والأبناء يجب أن يكونوا على مواكبة مع التطورات وطريقة التفكير، اهتمامات الأبناء، تطلعاتهم، الظروف القاسية اللي بيعيشها أبنائنا. إذن لابد أنه لا تقارن نفسك بأبنائك، ظروفك اختلفت، الحياة، التكنولوجيا وتسارع الوقت، لغة التواصل اختلفت، إحنا كنا نتحدث وجها لوجه حتى نوصل الفكرة، نحن نخترق في وقتنا الحالي، أصبح العالم قرية صغيرة والإنترنت والتكنولوجيا أصبحت تبث من المعلومات الإيجابية والسلبية والأفكار الصحيحة والمريضة. وهذا يؤثر على إذن أصبح النطاق الأسري مخترق 100% مع وجود الآباء والأبناء. وإذا لم يعي الآباء هذا الاختراق ويكونوا على اطلاع يتواصلوا فيه مع أبنائهم، فإذا كل سيغني في مواله بعيدا عن الآخر. يعني دكتورة 100% اللي بتحكيها مظبوط، وخصوصا انه هلا احنا في عصر يعني اذا الاباء والامهات ما ركزوا شوي مع اولادهم في هذا الموضوع وحاولوا انه يتنازلوا، ما بدنا نقول يتنازل يعني ينزل من نفسه، لا هو يتفهم ابنه. احنا تطرقنا اصلا بموضوع مشابه لموضوع حضرتك دكتوره بموضوع الاباء والامهات كيف تعاملهم مع اولادهم، مرات بيخلي في شرخ بالتعامل بيناتهم، بيخلي في
باسلوب انه مثلا ابوي ما بحبني، ابوي ما بده مصلحتي، ابوي بس بده يمشكلني، ونفس الكلام ينطبق على الام. فهذا الشيء بخلي دائما دفع عند الولد انه يقضي معظم الوقت خارج بيته، لانه صحيح. ما عم بلاقي حدا يحتوي. فللاسف يعني احنا كثير بنحاول دائما نوعي الامهات والاباء انه حاول تحتوي ابنك، لانه جيل هلا مش زي جيل زمان. الجيل هلا بده احتواء، اذا ما احتويته اول شيء خسرته، ثاني شيء اذا ما انت خليته يطلع برا وحاولت تفرض سيطره 100% عليه، هو قاعد بغرفته ماسك تليفونه او ماسك اي شيء ممكن هو معه جهاز ذكي، وبقدر يتواصل مع مين ما بده وينسى تماما اسلوب الحوار مع ابوه. جدا صحيح. صحيح. اذا على الاسره ان تكون هي واحه الامان اللي تحتوي ابنائها. كما انه اشرت الى نقطه كثير رائعه اللي هو اختلاف المستويات الادراك. هلا اكيد الشباب والصبايا باعمار العشرين او الخمسطعش والستعش طريقه ادراكهم وتفاعلهم مع الاحداث وتفهمها من وتفاعلهم تختلف تماما عن ادراك من هم في عمر الخمسين والستين اللي مرت في حياته تجارب كثيره. وطبعا طبيعه الحدث في القرن العشرين غير لما الأحداث وأثرها في زمن الآباء. صحيح. والأبناء. صحيح. فيجب على الأبناء أن يكون عندهم القدرة على استيعاب وإدراك طريقة التفكير واختلاف الأهداف. نعم. قد يكون الابن من باب المتعب يدخل في تجربة معينة، لكن الأب من باب التسلط والخوف يمنع ابنه عن الدخول في هذه التجربة. نعم. فلا بد أن يلتقي من خلال نقاش فاعل صحي إيجابي. صحيح. أنا أوصل فكرتي وأعطي للأبن المساحة لإيصال فكرته، قد تكون لديه التجربة الخاصة في دخوله بهاي الحدث وأنا لا أدركها في مجال تفكيري. فإذا لابد أن يكون الآباء والأبناء عندهم الواحة، عندهم الصبر، عندهم القدرة على النزول في الإدراك وقراءة الأحداث بأعمار أبنائهم حتى يروا ما يرون. بالضبط. فبالتالي رح يكون عندنا هون نوع من التوافق والثقة، ولما يكون في الثقة تبنى بين الآباء والأبناء نبعد عن التخوف والارتجاف أو الاختباء وراء الأبواب. لما تصبح هناك مصارحة، اعتراف بالأخطاء، أنا أخطأت، صار معي الحدث الفلاني وأخطأت في تقييم الأمور. صحيح. فبالتالي بإمكاني تدارك الخطأ الأكبر من خلال وضع يدي والنقاش الحر مع ابني على عدم تراكم الأخطاء. فإذا أنا أستطيع أن أحد من الخسارة وخسارة ابني أو خسارة انجرافه ناحية الأخطاء نتيجة تخوفه من المصارحة والوقوف على الحوار السليم. وقد ايه مهم زي ما حكيتي الاب او الاهل هم بينزلوا لاولادهم، بس صعب الابن اللي هو يطلع ويفكر زي. فالاحتواءهم ويفكروا بطريقتهم، يشوفوا هم شو يعني مستلزماتهم، شو محتاجين بهذا العمر، وكل عمر طبعا بيختلف. أكيد. فلازم يضلهم يواكبوا شو اللي بدهم اياه اولادهم، احتياجاتهم النفسيه، احتياجاتهم. أكيد. الصحيه الاجتماعيه. أكيد طبعا. هلا اصبحت متطلبات المجتمع جدا تختلف عن الازمان السابقه. صحيح. كان الاب والام يكتفي ان يلعب بنقول بالحاره بالالعاب البسيطه. هلا الأبناء لا يروق لهم هذا النوع من الألعاب اللي نقول كانوا يكتسبوا منها خبرات. نعم. هلأ أصبح خبراتنا من خلال النت ومن خلال المواقع، من خلال اللقاءات حتى الثقافية والأنشطة، سواء تطوعية أو بداخل منابر الجامعات والمدارس وغيرها من الأمور. نعم دكتورة، تعقيبا على كلامك، لغة الحوار أساسا في بعض الأسر للأسف شبه معدومة. صح. لأنه بيكون الولد أو البنت يعني بيكون جوا غرفته وماسك تليفونه مثلا، خلينا نحكي 24 ساعة، حتى لما بده يتواصل مع أمه أو أبوه ببعث لهم واتساب. نعم. فحتى لغة الحوار بينهم كأهل وكأولاد ما في معدومة، شبه معدومة خلينا نحكي. نعم. فللأسف يعني إذا إحنا ما كنا كأهل واعيين كيف إحنا نقدر نحتوي أولادنا،
فعليا احنا خسرناهم 100%. نعم، وهذا يسوقنا الى انه احنا نقول انه ما هي معيقات الحوار الاسري. شايف مفكر انا وياك على نفس حوارنا بناء ان شاء الله. احنا نقول دائما هناك معيقات يجب ان ينظر اليها من باب التفحص والتمحيص للبحث عنها. أكيد. حتى نتجنبها او حتى نعالجها. نعم. معيقات الحوار داخل الاسره اللي هو انشغال الأب وانشغال الأم في البحث عن لقمة العيش، التكنولوجيا واختراقها داخل المنازل، إغلاق الأبواب، أحيانا انشغال الآباء نفسيا قبل ما نقول جسديا في هموم الحياة، لم يعد لديهم الصبر، لم يعد لديهم القدرة على تحمل أي نوع من النقاش حتى يضع أبنائه على طريق الصحيح. أكيد. لأنه بيكون هو تحت ضغوط نفسية مالية بداخل العمل، يبتعد عن التحمل ومهارة الإصغاء للوصول مع الآباء مع الأبناء في مناقشة أي عارض من عوارض الأمور حتى بنشأة المشاكل. عشان هيك ما بكون لهم طولة بال وما بيعتنوا فيهم. بالضبط. يعني نحن بنحكي إن شاء الله هيك دائما، يعني عم نحكي الحوار الإيجابي بين الأباء والأبناء، حاول أكثر نفهم أولادنا مستلزماتهم، شو هم جد بدهم، شو تفكيرهم، وما يعني ما نستهين بأي شيء بيحكوه أو أي شيء بيطلبوه، عشان نعم. بالنسبة له مهم، بالنسبة لك يمكن ما يكون مهم 100%. بس ما كمان معك أستاذي بقول إنه كتير مهم نعطيهم، بس أكيد. لا يكون الترف في العطاء الزائد كنوع من البعد عن الحوار. أكيد. الترف الزائد كمان هذا يؤدي إلى استخدامه لبعض الآباء والأمهات كالتخلص من الحوار. أنا أعطيتك كل اللي بدك إياه، فشو بدك أكتر؟ إذن الترف الزائد اللي هي نقول الثقافة الجديدة اللي أصبحت ظاهرة الخادمات في داخل المنازل، هي تقوم مقام الأم في البيت، فبالتالي أصبحت حواجز. الابن ما بيشوف أمه. الأب بينشغل عن أبنائه، فلابد أن نعود إلى الجلوس، إلى التواصل الروحي، التواصل الجسدي، تواصل الآي كونتاكت. أكيد طبعا. لما يكون في بيني وبين الأب والأم علاقة التواصل، صداقة وعلاقة محبة. أكيد. بالضبط. هذا كثير. إحنا دكتور بشكرك على وجودك معنا لليوم، ومبسوطين بهاي النصائح. إن شاء الله دائما يكون في حوار إيجابي في بيوتنا. أهلا وسهلا فيكي. كل الشكر لكم ولاستضافتكم. احنا دائما نسعى الى أسرة صحية سليمة، لانه هي بناء اللبنة الأساسية في بناء هذا المجتمع. وصباحكم خير، صباح الجميع. شكرا لك دكتورة على وجودك معنا اليوم بصباح الوطن. الله يسعد صباحك. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك.